السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي أعزائي التلاميذ في درس لغوي آخر بعنوان التوكيد، هذا الأخير الذي يعد من التوابع كدرس العطف والنعت والبدل. لماذا سميت هذه الدروس بالتوابع؟ لأنها بكل بساطة تتبع ما قبلها في الحركة الإعرابية، كما سنشاهد ونفهم في هذا الدرس. تتبعوا معي. إذن بداية سنتعرف على مفهوم التوكيد. التوكيد هو تابع يذكر بعد متبوعه لإزالة ما قد يتوهمه السامع من احتمال لبس أو القصور في فهم المعنى المراد من الكلام، يعني يأتي لتأكيد الكلام ويزيح أي غموض حوله أو أي خطأ في الفهم. وهذا التوكيد نوعان، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. نركز أكثر على النوع الأول وهو التوكيد اللفظي. هذا التوكيد اللفظي واضح من خلال تسميته فقط أنه يكون بتكرار اللفظ، أن هذا اللفظ يتكرر لمرتين أو ثلاث. إذن وهذا اللفظ يكون عبارة عن إما اسما أو فعلا أو حرفا أو حتى جملة. سنلاحظ الآن قبل الولوج لشرح الأمثلة لابد وأن نذكر بمعنى هذا التوكيد اللفظي. إذن قلنا هو عبارة عن تكرار اللفظ لمرتين أو ثلاث، سواء كان اسما أم فعلا، حرفا أم جملة فعلية أو جملة اسمية. إذا لاحظوا معي الأمثلة سأقرأ. الاجتهاد طريق النجاح. إذا نلاحظ هنا أن الكلمة التي تكررت هي عبارة عن اسم وهي الاجتهاد. طبعا الثانية، الجملة الثانية، حضر المعلم. إذا هنا تكرر الفعل حضر. الجملة الثالثة، بلى الصبر جميل. إذا تكرر الحرف بلى. الجملة الثالثة الرابعة عفوا، جاء الحق. طبعا هنا تكررت الجملة الفعلية. ثم الجملة الأخيرة، الله أكبر، تكررت الجملة الإسمية. إذا نلاحظ أن هذا التوكيد اللفظي يأتي بتكرار الكلمات. إذا في البداية كان تكرار الاسم، طبعا الاسم الثاني وليس الأول، لأن الأول طبيعي أن يكون، ولكن الثاني يأتي ليؤكد، فيسمى الأول مؤكد والثاني تأكيد. إذا اسم، فعل، حرف، وجملة فعلية، وجملة إسمية. والآن نعود لشرح النوع الثاني وهو التوكيد المعنوي. وهذا التوكيد المعنوي أيضا واضح من خلال تسميته فقط أنه يأتي ليؤكد المعنى، عكس النوع الأول كان يأتي ليؤكد اللفظ، لكن الثاني يأتي ليؤكد المعنى، وذلك عن طريق استعمال ألفاظ محددة وهي نفس، عين، كل، جميع، ذات، عامة، كلا، وكلتا، المضافتان إلى الضمير. إذا نتأمل الأمثلة ونشرح أكثر. إذا لاحظوا معي هذا الجدول المكون من 4 خانات، الجمل، المؤكد، التوكيد، والحركة الإعرابية. إذا سأقرأ الجمل. شرح الأستاذ الدرس نفسه. في اليوم ذاته زرت أصدقائي. كان الأولاد كلهم يتسابقون. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن جل هذه الجمل تحتوي على ألفاظ معينة، وهذه الألفاظ مرفوقة بضمير يعود على الكلمة التي قبلها وهي المؤكد، مثل نفس وذات وكل. إذن فالجملة الأولى، شرح الأستاذ الدرس نفسه، نلاحظ أن المؤكد هو الدرس، والتوكيد هو نفس مضافة إلى ضمير أي نفسه، والحركة الإعرابية هنا هي الفتحة بما يعادل النصب. الجملة الثانية، في اليوم ذاته زرت أصدقائي. عندنا لفظ ذات يؤكد الكلمة التي قبله وهي اليوم. ولاحظوا معي جيدا، دائما هذه الألفاظ تحتوي على ضمير يعود على الكلمة التي قبلها أي المؤكد. إذن المؤكد هو اليوم، توكيد ذاته أو عفوا ذاته، الحركة الإعرابية الكسرة بما يعادل الجر،
الجملة الأخيرة: كان الأولاد كلهم يتسابقون. المؤكد: الأولاد. التوكيد: كلهم. والحركة الإعرابية: الضمة بما يعادل الرفع. وأخذت هذه الجملة كنموذج إعرابي، وهي: القرآن نور نور. سنعربها إعرابا تاما. القرآن مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. نور الأولى تعرب حسب موقعها في الجملة، بالتالي فهي خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. ونور الثانية طبعا هي التوكيد، إذا نقول توكيد مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. إذا ماذا نستنتج؟ نستنتج أن التوكيد ما هو إلا تابع، الغاية منه تثبيت المعنى لدى السامع كي يزيح أي غموض أو خطأ في السمع أو الفهم. وينقسم إلى قسمين: توكيد لفظي، وذلك بتكرار اللفظ سواء كان حرف أم اسم أم فعل أم جملة، سواء كانت اسمية أو فعلية. ثم النوع الثاني وهو التوكيد المعنوي، وله ألفاظ محددة كعين، نفس، كل، وجميع، وكلا، وكلتا. وتكون هذه الألفاظ بعد المؤكد الذي لا يكون إلا اسما. وأيضا يشترط في هذه الألفاظ أن تتصل بضمير يعود على المؤكد كما رأينا سلفا. وأيضا نلاحظ أن الحركة الإعرابية هناك تطابق بين المؤكد والتوكيد فيها، لأنه طبعا تابع. وسأختتم درسي هذا بمنحكم تطبيقات، هي عبارة عن جدول مكون من 3 خانات: خانة فيها الجمل، وخانة تحددون فيها التوكيد، وخانة تحددون نوعية هذا التوكيد، هل هو توكيد لفظي أم هو توكيد معنوي. إذن سأقرأ الجمل. الجملة الأولى: لا تلعب بالكبريت. الجملة الثانية: فرحت الأسرة جميعها بنجاحي. الجملة الثالثة: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الجملة الأخيرة: نصح الأستاذ التلميذ قائلا: أدرس جيدا. إذن سأترك لكم بعض الوقت كي تجيبون عن هذا الجدول، ونلتقي من جديد. والآن مع الأجوبة. إذن بالنسبة للجملة الأولى كان التوكيد هو لا، وهو عبارة عن حرف. نوعية هذا التوكيد: توكيد لفظي. الجملة الثانية: التوكيد هو جميعها، وهو توكيد معنوي. الجملة الثالثة: التوكيد هو كلهم، وطبعا توكيد معنوي. الجملة الأخيرة: التوكيد هو أدرس، ونوعيته توكيد لفظي. وأدرس بالمناسبة هذا التوكيد اللفظي عبارة عن فعل أمر. إلى هنا يكون قد خلص هذا الدرس اللغوي. أتمنى أن تكونوا قد فهمتموه جيدا، ونلتقي في درس آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.